partiu acima de Uruguai e Montevideo. Narja Bicura, Narja Macura, Narja Luiz e bota e salta do gol. É o gol, lá o golaço, golaço, golaço da Celeste Uruguai. 1-0, fi وقت الكلام عن فرحة الشعب, عن تعلق فريق, عن عودة روح منتخب, عن قيمة لاعبين, عن وجود فنانين, عن قيادة جنرال اسمه أوسكار واشنطن تباريز. لا أصدق نفسي, الأرجنتينيين سعيدون بما عمله الجار, الأرجنتين سعيدة بالجار الأوروغواي, بالابنة الصغيرة والشقيقة الصغرى. الله على لويس, الله كيف يعبر, كيف يبدع, كيف يمر, كيف ينطلق, كيف يطلق الرصاصة الأولى. الله يا لويس سامح لي نتعدى, اضربها حتى كورة في القائم. القائم يتفاعل مع تاريخ كورة, يتعاطف مع مجد منتخب, وتسجل الأهداف. هذه الكورة, الباس والضربة والجول. فما ديفياسيون على فكرة, يعني تحويل اتجاه كورة. ضربت الكورة في أحد المدافعين في الضربة والركلة يا لويس. وسواريز يؤكد نفسه كبير هداف في كوبا أمريكا بأربع أهداف. إذن الألقاب يعني في الطريق للأوروغواي. محمد سعدون لكن بكل المقاييس, بكل معطيات الفريق الأفضل يتقدم وينهيها فورلان. أنها دياغو, أنها دياغو, دياغو, دياغو فورلان. فورلان الرجل المناسب في الوقت المناسب في النهائي المناسب للكوبا المناسبة للسلاستي. فورلان يسجل بعد 16 ماتش, فورلان يهدف بعد 16 لقاء, هدف ثاني ولا أروع على ضربة بعنوان كبير يا دياغو. هدف جميل جدا من فورلان على الواقف, ضربها كيما جات وباف. الثاني جولاسو ديال الأوروغواي. 2-0 في ماتش الثلاثية كما ذكرت. هذه الكرة وهذا الخطأ, شوف الجرينتا, شوف البريسينغ, ضغطوا على الواقف, على الواقف كيما جات. مش ممكن, هدف جميل, هدف جميل. والريوس, الريوس للفورلان وجول, جول, 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 جول. السلاسة 2-0. أوسكار واشنطن تباريز بطل كوبا أمريكا 2011. ييجو فورلان والهدف الثاني. يمشي ديزون كافاني, 3-1, بدل الكرة, هزها على اليمين, فيها اللاعب لويس, لويس مونتيز يعطي كرة فورلان, فرصة الثالث والهدف الثالث لدياغو فورلان. الهدف الثالث لدياغو فورلان. كنا 3-0 لكن مشيت وخمنت الثالث من لويس, لكن السويس هو اللي, لويس هو اللي جابه, لويس هو اللي جابه بالثلاث يا سيليستي, بالثلاث يا اوروغواي, بالثلاث يا سواريز. هدف ممتاز جدا, كونتر اتاك نموذجي للسيليستي. اديزون كافاني, لويس وسواريز دو بريمير انتونسيون. الكره الاولى, اللمسه الاولى يلعبها لفورلان, وفورلان ما يسمحش, ما يرحمش. شوف الدور نتاع ريوس في البريسنج, يضغط الرياض, تخرج كره من الدفاع, هنا خرجت من اللاعب, مشات لكافاني, كافاني يهز راسه, يلقى سواريز يعطيه باس ولا اروع. شوف لويس اللمسه الاولى ما فيش اوفسايد, يعطي كره لفورلان, يدخل فورلان ويتعادل في هذا اليوم التاريخي, في هذا اليوم التاريخي يتعادل فورلان مع 31 هدف لإكتور سكاروني. الهدف رقم 31 في مشوار